السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. مثل ما وعدتكم في الحلقات الماضية إني أنزل موقع يستنسخ الأصوات بشكل مجاني، والمفاجأة إنه اليوم أقدم لكم هذا الموقع بشكل مجاني. كثير من الأشخاص والمتابعين علقوا ويحتاجون هذا الموقع عشان يستنسخون أصوات ويجربون ميزة استنساخ الأصوات بالذكاء الاصطناعي، وأنا كنت عند وعدي. اليوم هذه الحلقة أشرح كيفية استخدام هذا الموقع وكيف نستنسخ فيه أصوات لأشهر المعلقين الصوتيين في الوطن العربي، أو أي معلق أو أي صوت يخطر في بالك تريد تنسخه. يعني اليوم أقدم هذا الموقع بمثابة الهدية لجميع متابعيني في اليوتيوب وتليجرام والفيسبوك وتيك توك وانستغرام وجميع منصات التواصل والسوشيال ميديا، وجميع من يعرفني هذا الموقع بمثابة الهدية للجميع. الموقع طبعا اسمه كيتس اي اي. هذا الموقع تقدر من خلاله تستنسخ أي صوت بالذكاء الاصطناعي. طبعا جربت الموقع وأعطاني نتائج حلوة ومرضية، لكن الموقع بمثابة التطوير لأنه الآن يقدم أشياء مجانية. نشوف اللحظة إصدار البيتا، الموقع لا زال تحت التجربة، لكن في الأيام الجاية راح تشوفون فيه تطور كبير وراح تشوفون فيه تحسن كبير في آلية استنساخ الأصوات. والموقع فيه ميزات كثيرة، ميزات الدبلجة ويعطيك أصوات مجانية تقدر تستخدمها في التعليق الصوتي. نقول بسم الله ونبدأ خطوة خطوة من آلية التسجيل بالموقع وكيف نستخدم هذا الموقع وكيف راح نستنسخ الأصوات على الموقع المجاني. خلوكم معنا بعد الفاصل. بسم الله، حياكم الله. قبل ما نبدأ الفيديو لا تنسوا دعم هذا الفيديو عشان ينتشر ويستفيد الكل من ميزات الذكاء الاصطناعي. طبعا أول حاجة وأول خطوة راح نسجل فيها في الموقع. طبعا أسجل في الموقع، كان يعني أسجل في أي موقع مثل ما علمتكم يعني في تسجيل في التسجيل في المواقع. الأمر بسيط، نروح على تسجيل دخولتك، تطلع لك خانة جوجل، سجل عن طريق جوجل، نضغط جوجل، اختار مثلا إيميلي، راح يبدأ يسجل الدخول للموقع. خطوة رئيسية هذه لازم الكل يبدأ بهذه الخطوة. طبعا هنا يطلب منك تحدد إيش راح تستخدم هذا الموقع، إنتاج موسيقي ولا محتوى فيديو ولا تعليق صوتي. طبعا راح نشوف التعليقات الصوتية ونعطيه يكمل. تمام، بعدها راح يطلب منك قم بشراكة رابط محتوى خاص بك، تقول له يكمل ما عندي محتوى. الذي تستخدمه عمل او هزار او يعني كوميدي او شيء، نختار مثلا كوميدي، يكمل. تدريب صوت مخصص، كيف تريد ان تبدا تدريب صوت مخصص؟ روح نختار تدريب صوت مخصص عشان نستنسخ اصوات. تمام، يعني لازم تتابع معي الخطوات كلها خطوة بخطوة. عشان نستنسخ صوت شخصية معينة نروح على خانة يدرب، تمام، هذا يدرب، بعدين نروح على خانة تدريب صوت، بعدين نروح على يخلق أو إنشاء صوت، بعدين تطلع لك هذه الخانة، تروح على هذه الفتحة تعطيه أوكي، تعطيه يكمل. تمام، بعدها يطلب منك ترفع عينة صوتية للصوت اللي عايز أنت تدرب الذكاء أو الموقع تدرب الذكاء الاصطناعي أو الموقع على هذا الصوت. مثل ما علمتكم في الحلقة الماضية كيف نأخذ صوت من سيستم الكمبيوتر، لقطات معينة من أي صوت من أي شخصية وبعدين ندخلها لأي موقع أو نستخدمها بأي استخدام ثاني. ما يعرف الحلقة يرجع على حلقتي الماضية، الأول حلقة لاستنساخ الأصوات للمعلقين الصوتيين، تلاقونها تقريبا 5 فيديو بعد الفيديو هذا، ترجعونها وأترك لكم في وصف الفيديو أو من فوق تطلع لكم إشارة الحلقة، ترجعون كيفية استنساخ الأصوات للذكاء الاصطناعي وشرحت فيها كيفية استنساخ صوت او تسجيل صوت من سيستم الكمبيوتر عشان نستنسخ اصوات معينه او نستخدم هذه الاصوات باغراض معينه، اغراض للمونتاج او ما الى ذلك. طبعا هو عن طريق برنامج اوديا سيتي، هذا البرنامج. طبعا راح اختار انا الان اختار السيستم، مضبط كل الاعدادات. اول صوت راح استنسخه هو معلق الصوتي احمد فاخوري. تمام، هذا صوته احد الوثائقيات على قناة، ما أعرف طبعا اسم الوثائقية قديمة، لكن خلونا نجرب الصوت ونشوف كيف راح نستنسخه. أول حاجة نشغل أوديا سيتي عشان نسجل الصوت، نعطيه تسجيل، بعدها نسجل. بعد الانتصار على الإمبراطور داريوس الثالث في بلاد ما بين النهرين، وبعدما وصلوا إلى كابول ألقى الجنرال المتحمس بنفسه إلى هذه القمم، وهنا واجه مقاومة عنيفة من الشعب الذي كان يعيش بين هذه الوديان الباتريان. المقتطف هذه كفي يعني تقريبا 10 ثواني، ما راح يعني تحتاج اكثر من كذا، يعني الذكاء الاصطناعي راح يدرب الصوت على الخامة الصوتية الموجودة، يعني 10 ثواني 15 ثانية تكفي بكثير. يعني ممكن تاخذ مقتطفات ثانية لكن عشان ما اطول اخذنا 10 ثواني تقريبا. نروح نحفظ مثل ما تعودنا الاكسبورت، نعطيه حفظ MP3، بعدين راح اسجل في الاصوات اللي كنت ادرب عليها الذكاء الاصطناعي في الحلقات الماضية. راح احط مجلد جديد عشان ايش نعرفها الموقع المجاني.
هذا الموقع مجاني، نحفظ أحمد فاخوري. نعطيه أوكي. الآن تمام، أوكي أعطينا أوكي الأستاذ أحمد فاخوري. نروح الآن نرفع الصوت على الموقع المجاني. تمام، هذا الموقع المجاني، نرفع الصوت على الموقع المجاني، ندرب الصوت على الذكاء الاصطناعي على الصوت. تمام، أول حاجة عشان أرفع صوت المعلق الصوتي مثل ما شرحت لكم بالبداية، تروح على تدريب من تدريب تدريب صوت على أصواتي، بعدين ترفع الصوت. يعطيك ملف لعشر دقائق تقدر ترفع منه الصوت. أنا راح أرفع أستاذ أحمد فاخر مباشر، تعطيه يكمل. اسم الصوت تسميه أحمد فاخوري بالعربي أو بالإنجليزي. تمام، هنا راح يطلب منك تحديد اللغة. اللغة العربية موجودة، لذلك ما راح أنصحك تحط أي لغة نهائي، تتركه مثل ما هو نهائي، لا تختار أي لغة. راح تختار بعدها، بعد ما سجل الاسم راح تختار نوع التعليق الصوتي. هل هو نوع التعليق الصوتي، هل هو تعليق صوتي أم أداء أم تكلم أم غناء؟ راح تختار أداء أو شخصي. يعني اختار أداء، إذا كان شخصي يعني دوبلاج أو ما إلى ذلك، تكلم عادي. الغناء، الغناء اللي هو نعرفه، موسيقى ترى ما يهمنا هذا كله. راح نختار أداء، نعطيه خيار يدرب. طبعا راح يطلب منك رقم هاتفك، راح تدخل رقم هاتفك. تمام، عشان تجيك رسالة في الواتس أب تفعيل الموقع. طبعا الآن أعطيه رقمي، رقم جوالي، عشان إيش؟ تجيك رسالة التأكيد أو تأكيد حسابك في مباشر على الجوال. تعطي أي رقم، أي دولة أنت كنت، تعطي رقم جوالك، راح تجيك رسالة عبر الواتساب، ولازم يكون رقمك عليه واتساب، لأنه تجي رسالة عن طريق الواتساب، وتجي رسالة عن طريق الواتساب مي اس ام اس أو رسالة عادية نصية. أنا بضيف رقم عشان يجيني مباشر التأكيد على حسابي. أنا يعني طبعا سويت قبل، لكن عشان أتابع معكم الخطوات خطوة بخطوة. الآن تجي رسالة على الواتساب مباشرة، أدخلها، أدخل الكود اللي يجيني على الواتساب عشان يعطيك التفعيل. جتني رسالة، بس بدخلها الآن، 9 7 6 6 9 9. تعطيني اكزيت مباشرة، يقول لك تم تأكيد رقم حسابك أو رقمك الشخصي. بعد ترجع من جديد، تعطيه ترين فويس أو كرييت، ترفع الصوت من جديد. تمام، تعطيه كونكت، ترفع الصوت من جديد نفسه، نعطيه أوكي، نعطيه كونكت. أحمد فاخوري، بعدين تختار أداء، بعدين تعطيه ترين يعني تدريب. شيء سلبي في الموقع أنه التدريب يطول تقريبا حسب المدة اللي أنت تدرب فيها الشخصية، يعني تقريبا 13 دقيقة بدك تنتظر، مو زي موقع الليفل لابس اللي شرحناه في الحلقة الماضية، يعطيك العينة بشكل مباشر، يعني يدرب الذكاء الصناعي بشكل مباشر، بشكل فعلي مباشر جدا، يعني ما ياخذ اي وقت. هنا بهذا الموقع، هذا الموقع لازم تنتظر 12 دقيقة ربع ساعة حسب الضغط على الموقع او على السيرفرات الموجودة في الموقع، لانه اصلا يقدم الخدمة بشكل مجاني مو بشكل مدفوع. لو كانت بشكل مدفوع راح تحصل على النتيجة بشكل مباشر. مثل طيب الآن استخدم الصوت ونشوف هل فعلا يعطيني نفس صوته أم لا. تعطيه استخدام، بعدين إيش تعطيه؟ النص إلى كلام. يعني عندك 3 أشياء تقدر تستخدمها في هذا الموقع المميز. إنه بهذا الموقع إنك تقدر تاخذ صوت أستاذ أحمد فاخوري وتدخله على أصوات معينة، وتحول الصوت إلى تسجيل رسمي، يعني كأنك تتصل أو أنت تسجل بالصوت مباشر، بشكل مباشر تسجله بصوته، يعني صوتك انت الان كلام هذا تكلمه مباشر، ينتقل او يتحول الى صوت الصوت اللي انت استنسخته. فهذه ميزه مي موجوده وما شفتها بموقع اليفل لابس. الميزه هذه موجوده في هذا الموقع، والعجيب انه يقدم لك اياها بشكل مجاني. والميزه الثانيه انه تاخذ الصوت نفسه وتحوله لاي اغنيه من الاغاني، يعني نفس صوت الشخص تحوله لاغنيه او نشيد او اي شيء خاص في المجال هذا. والشغله الثالثه انه تجيب اي صوت وترفعه ويحول لك يا مقابل، مثلا انا اجيب كلام خاص بي انا. النوعيه الثانيه هي النص الى كلام، يعني تكتب له كلام يعطيك اياه بصوت احمد فاخوري. خلينا نعطيك كلام مثلا،
أهلا بكم في الهدية المجانية، الهدية المجانية لمتابعين قناة مشعل الهجر. كيف في هاي الكلمة؟ خلنا نعطي الآن إنه طبعا راح تعطيك هنا عدة خيارات إنك تقدر تضبط بالذكاء الصناعي، لازم تضبطها 100%، يعني تعطيه عالي ولا وسط ولا قليل. هذه اللغة طبعا هنا اللغة العربية تعطيه، تختار اللغة العربية لأنه أصلا مو موجودة، بس تختارها كل الأحوال إذا ضبطت معك أو ما ضبطت. تعطيه عالي ولا قليل ولا وسط، تحاول إنه يكون التقليد، يعني يكون نختار وسط يعني مبدئيا، ونعطيه كونفرت ونشوف هل يعطي نفس الصوت أو لا. ننتظر شوية، الآن يبدأ يحول النص، يعني أهلا بكم في الهدية المجانية لمتابعين قناة مشعل الهجر، يحول لك إياها إلى الصوت اللي أنت استنسخته ودخلته للموقع. أهلا بكم في الهدية المجانية لمتابعين قناة مشعل الهجر. صراحة نتيجة كويسة، نتيجة يعني الموقع يقدم لك الميزة بشكل مجاني، نتيجة جيدة جدا ومقبولة، يعني النتيجة مثل ما سمعنا نسمعها من جديد. أهلا بكم في الهدية المجانية لمتابعين قناة مشعل الهجر. جيدة جدا صراحة، يعني نتيجة فعلا فعلا، يعني نقدر نقول إنه ألف اللبس أحسن طبعا، لكن الموقع يقدم نتيجة مجانية ونتيجة مرضية ونتيجة جيدة جدا، وتقدر تجربون عليه الأصوات أنتم بنفسكم، تجربون أي صوت وتشوفون النتائج وتسمعونها بنفسكم. استغل الوقت أصدقائي ونروح نجيب صوت أو عينة صوتية لأحد المعلقين المشهورين، أو المعلق اللي ذكرتكم في البداية خالد النجار المعروف. ناخذ عينة صوتية من صوته ونشوف هل الذكاء الصناعي فعلا يقدر يستنسخ صوته أو لا، مثل الأستاذ أحمد فاخوري. نروح الآن نجيب صوت الأستاذ خالد النجار، عندي الآن حلقة من حلقاته، أخذ مقتطف من صوته، مقتطف تقريبا 10 ثواني يكفينا. نروح على أودي أسيتي نسجل وناخذ مقتطف من صوته، نسجل الآن، نخلي نطلق السيستم تسجل الصوت على سيستم الكمبيوتر طبعا. الشعب الأوكراني، وعقب ذلك بقليل تعرضت غزة لقصف مكثف من الكيان اللقيط، كانت أسوأ من الحرب في أوكرانيا، مما أسفر عن مقتل مئات المدنيين بمن فيهم أطفال. كان رد الفعل الدولي هو الصمت الرهيب. حظيت الحرب في أوكرانيا بتغطية إعلامية واسعة النطاق، وفرض المجتمع الدولي عقوبات على روسيا وقدم مساعدات إنسانية لأوكرانيا. أما غزة فقد تم تجاهلها إلى حد كبير من قبل وسائل الإعلام الدولي. نكتفي بهذه العينة الصوتية من صوت المعلقة خالد النجار، ونشوف هل فعلا الذكاء الاصطناعي يعطيني نفس صوته أو لا. نحفظها في عينة، راح أحاول إني أخفف منها شوي عشان إيش تكون المدة قصيرة، عشان التدريب يكون قصير ما يكون مدة طويلة. نطلب رفع عينة مثل ما علمتكم البداية على صوت أحمد فاخوري، نطلع نرفع الصوت اللي سجلناه قبل شوية بصوت خالد النجار، بعدين نعطيه تدريب، نعطيه أو نسجل الاسم خالد، نعطيه تريان، تحاول تحدد منه أداء عشان يعطيك نتيجة أحسن، لا تحدد أي نوع ثاني. إذا كانت تتدرب على أشياء من الأشياء هذه تختار الأشياء اللي تتدرب عليه. طبعا راح يحتاج 15 دقيقة عشان إيش يدرب صوت خالد النجار. أصدقائي الآن جاهز، بعد ما انتظرنا المدة اللي 15 دقيقة جاهزين نجرب على صوت الأستاذ خالد النجار ونشوف هل فعلا يعطينا نفس العينة مثل ما عودناكم، ومثل ما على شرحتكم الطريقة، تعطيه يوز استخدام، بعدين تعطيه تريد تدخل صوت تدربه عليه، أو تريد تدخل نشيد أو شيء معين، أو تريد تسجل بشكل مباشر صوتك الفعلي، أو عندك أي تسجيل يحول مباشر إلى البصمة الصوتية اللي أنت دربت عليها الذكاء الاصطناعي. ميزة ثانية إنك تقدر تجيب لينك أي فيديو يحول لك الصوت فيه إلى صوت الشخص اللي دربت عليه الذكاء الاصطناعي. أنا الآن راح أستخدمه في النص إلى كلام، يعني أعطيه نص يحول لي على الشخص اللي دربت عليه الذكاء الاصطناعي، مثل ما النص اللي كتبناه مع بعض. أهلا بكم الهدية، تمام، راح نحفظها عشان ايش نضيفها بالصوت الثاني. الآن تعطيه طبعا ميديوم أحسن شيء، حاول تختار ميديوم وأنت تلعب بالإعدادات هذه، تلعب كل الإعدادات حتى تحصل على نتيجة
مرضي لك يعني، وتحاول تضبط النص كويس وتضبط الخامة الصوتية اللي انت تدرب عليها الموقع بشكل كويس، تعطيه كونفرت، تنتظر شوية يبدأ يحول لك النص إلى الشخص انت دربت عليه الذكاء الاصطناعي. خلونا نشوف مع بعض، متحمس اني اجرب هذا الموقع معاكم، الموقع المجاني اللي هو هدية لمتابعيني والاشخاص اللي سألوني واهتموا بهذا الموضوع في التعليقات. وانتم اذا مهتمين في هذا الموضوع كومنتات عشان ايش اتشجع اكثر واعطيكم مواقع مجانية اكثر تفيدكم في تستخدم تقنية الذكاء الاصطناعي وتفيدكم باشياء كثيرة. الان راح نشغل النتيجة ونسمع مع بعض. أهلا بكم في الهدية المجانية لمتابعين قناة مشعل الهجر. صراحة أعطاني نتيجة كويسة، نتيجة جيدة جدا يعني مقبولة على هذا الموقع المجاني. طبعا عندي عينة صوتية للأستاذ فؤاد شمس المعروفة في الوثائقيات. الآن نسجل نفس التسجيل اللي بدأنا فيه على أوديا سيتي، نختار نحذف العينة الخاصة في المعلقة اللي سجلناها قبل شوية، نبدأ ناخذ عينة صوتية من أستاذ فؤاد شمس ونشوف هل يعطينا نتيجة فعلا الذكاء الاصطناعي أم هو مجرد يعني فقط كلام. خلنا نشوف، نسجل الآن. حقل الألغام، وذلك للسماح لدبابات قوات الحلفاء بالدخول إلى حصن مونبيري وهي التي تحرس مرفأ بريست. بدأ حصار قوات الحلفاء لبريست في 7 أغسطس بعد تقدم قوات الحلفاء إلى الشمال الشرقي، وذلك للسنة 1940 طريق عبر منطقة تغزوها القوات النازية منذ العام 1940. يتعين على النقيب سيدني سميث ورجاله أن يؤمنوا طريقين فوق حقل الألغام. هذه العينة تكفي عشان ندرب عليها الذكاء الاصطناعي يعني تقريبا 15 ثانية. نعطيه، نحذف القديم، تقريبا هذه العينة نحطيه حفظ اكسبورت سيف. بعدين نروح على الموقع نرفع الصوت. الآن صوت الأستاذ فؤاد شمس، راح أطلب منه الآن يدرب لي الذكاء الاصطناعي وتحدد إنه أداء تمام. ضروري تحدد نوع التدريب، إذا دربته نوع من الأنواع هذا وكان التدريب غير العينة غير متوافقة مع نوع التدريب راح يعطيك عينة أو نتائج غير مرضية صراحة. نعطيه ترين تمام، راح يبدأ تمام. الآن يعطيني هنا 12 دقيقة عشان هو يقول لك ساعة و12 دقيقة، لكن هو فعليا 12 دقيقة وأقل منها حسب سرعة الإنترنت واستجابة الموقع. إذا ما كان عليه هو ضغط كبير السيرفرات فمباشرة يعطيك النتائج. مع بعض نعطيه نفس الصوت يوز استخدام الصوت مثل ما علمتكم، نفس الطريقة نفس الشرح نفس الأدوات نفس كل حاجة، النص إلى كلام، نعطيه نفس النص اللي قبل شوي سمعناه مع بعض. أهلا بكم في هدية المجانية، طبعا راح تعطيه واسطة أو ميديوم أحسن شيء، وإذا في لغة عربية تخلي اللغة العربية، ولازم أنت تحدد الأشياء اللي أنت تشتغل عليها وتضبط النص بشكل جيد، تعطيه كونفرت. الآن راح يبدأ يدرب الذكاء الاصطناعي ونسمع أستاذ فؤاد شمس أستاذ القدير البصمة الصوتية للأستاذ فؤاد شمس. خلينا نسمع. أهلا بكم في الهدية المجانية لمتابعين قناة مشعل الهجر. نتيجة جيدة صراحة على هذا الموقع والإمكانيات البسيطة بهذا الموقع، بيقدم لك الأشياء بشكل مجاني. ولا تنسوا أصدقائي تدعمون هذه الحلقة وتدعمون قناتنا في الإعجاب والاشتراك والضغط على زر الجرس عشان يصلكم أي جديد في الذكاء الاصطناعي، لأني في الأيام القادمة إن شاء الله عندي سلسلة كثيرة في مجالات كثيرة راح تفيدكم إن شاء الله. منتظركم إن شاء الله في الحلقات القادمة. كان معكم مشعل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.